الإيرانيين بيعرفوا يلعبوا سياسة. القصر الأميري في قطر لا يستطيع. لكن النهاردة إيران وهي تتعرض لهذا الهجوم واللي بتعلن داعش أنها المسؤولة عنه، واللي من المعروف أن قطر هي واحدة من الدول الممولة والداعمة والمسلحة لداعش، هيبقى طريق التعامل إيران إيه مع الدوحة؟ النهاردة عندما تستيقظ إيران على هجومين إرهابيين يستهدفوا مقر البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني في جنوب إيران، وده أدى لقتل 12 شخص على الأقل وإصابة 39 في هجمات لتنظيم داعش، نتمنى للجميع الشفاء ورحمة الله على من لاقى وجه ربه. هذه الهجمات لتنظيم داعش على مجلس الشورى الإيراني، ضريح الخميني في طهران، وتستطيع قوات الأمن استعادة السيطرة على المرقد وعلى مجلس الشورى اللي تعرضوا لهذه الهجمات واللي نفذها تحديدا 7 أو 8 أشخاص طبقا للوكالات الإخبارية الإيرانية تحديدا. الحقيقة أنه المواجهة المسلحة في البرلمان انتهت بالقضاء على مهاجمين 4. الهجوم بدأ إزاي؟ بدأ دي صور بالمناسبة من هناك في طهران. بدأ الهجوم بإطلاق نار عشوائي، بعدها فجر 2 انتحاريين نفسهم بيظن أن واحد أو واحدة منهم سيدة في مقر البرلمان وفي المرقد على حد سواء. وكانت أعماق زي ما كنت بقول لكم في أول الحلقة والتابعة لتنظيم داعش قالت أن التنظيم اللي خلي بالك أنه في جزء من تمويله وتسليحه ودعمه واستضافة أبنائه وقياداته تتم في الدوحة، هو اللي عمل كده في إيران. هو طهران يعني أنا أثق في ذكاء بالمناسبة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني. الحسبة هتيجي إزاي؟ داعش بتاعت قطر هي اللي بتضرب في إيران، هتعملوا إيه؟ هذا التنظيم أعلن مسؤوليته وش على الضريح وعلى البرلمان كويس. وكانت أعماق نشرت فيديو يظهر فيه مسلحين داخل البرلمان الإيراني، ظهر في الفيديو واحد من منفذي الهجوم الإرهابي على البرلمان وهو بيردد كلمة يا ربي لك الحمد أتظنون أننا سنرحل؟